رحت على المكان في لك ذكريات فيه وايد يعني. لي ذكريات فيه واعتقد اهل الكويت كلهم لهم ذكريات فيه ما شاء الله. واصل الاكل الهندي زي الكويتي اي من الهندي والخليج كله في وايد اكل ايحاء كله من الاكل الهندي. جاي بسالك انت ليش اخترت انه يكون ريوقنا هندي يعني؟ هو الستريت فود مان كل مكان تلقاه يعني كل ديرة لها مثل الأول أكلها والثاني مساند يكون يعني في ربط بين الأكل الهندي والتراث الكويتي والموضوع زين شرح تريقنا أنا هذا الشباتي هذا الشباتي لحظة لحظة قبل لا تأكل نبي نسوي الطريقة القديمة اللي هو مع جبن الأقراص احنا ايام قبل كنا ناخذ الشباتي ونحط الجبن فيه كذي والكلفه رول هنا عندك الدجال شوف العدس وهنا عندنا التكه الكبده كلها حمصات شلاوي بيض الطماط وخضره بيض طبعا بيض عيون طبعا انت مطعم هندي كل شيء حار عدس بس في فلفل وايد منقوره 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 هذا مال الاجيال قيمه هذا القيمه لحم مفروم بالمسالة الهنديه بالشنو بالمساير بالبهارات الهنديه لما تاكل هذا الاكل احنا عاده ناكل الخبز بس هذا الحين بالشباتي حتى طعمه غير الشباتي من شنو يسوونه الحين ماي هذا اغرب له حق البراتا احنا نسميه شباتي ما تعرف كلمه شباتي بس البراتا يسوونه بالدهن اكثر الشباتي اكثر يكون بالطحين وماي بس ماكو بعد هذا شاي حليب نقول كلاوي يطلع لك ظروف ولا شيء عادي ايه كلاوي الصبح بما انك انت تجي هني دائما وتاكل وقلت لي ان عندك ذكريات على هالمكان صحيح عطنا تجي ذكرايه من الذكريات مالوتك ايام قبل كنا شيء عندنا اساسي الجيمر ولا الشباتي نفسه نحط عليه شكر ونلفها وناكلها الجيمر اللي هو القشطه يعني القشطه ولا جيمر فوق الشكر مع الشباتي صح انت صح على لحقت على هالزمن وطبعا جبنه الرصاص هذا شيء اساسي ايه بس هذا هني بيض وطماط بيض الطماط مو كان مو مثل مشهور بالشام اكثر بيض الطماط اكله يسمونها برجي هما شكشوكه تسمى مرات زين بيض الطماط وايد البيض الطماط يحبون بعض وايد في اطباق منها